اقول تاني قاطع مع زي عبد الله شغال المحل بتاع زنجوران لما صدق بيروح زاد زوايا على مكرم من فوق طلعت اجري فجريت طبعا لقيت العقار من هون بس علقت على جنبي واخد بالك انت ومشيتش محطة طار قول صاحب المحل طبعا كان قاعد جوه انا قاعد بره يعني بره المحل هو بنداله وانا بنداله على اساس نلعب بعضينا العقار ده في ايه جوه ورش ولا ورش ارزيه وقاع جوانبي يعني مصنع ده بتاع بس وملابس بس تعرف حد لسه جوه من في العقار لسه تحت العناد او انقذوه؟ لا ما شفتش والله الصراحه بتاعت ربنا ما خرجتش طبعا خاطر كنت تعبانه لما قدرت يعني الاثنين اللي طلعوا من الدخل الاسعاف جت على طول؟ جت جم ما طولوش يعني تمام شكرا معاك.